بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقيه تهنئه الى فخامه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى عيد الجمهوريه اعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب الجمهوريه التونسيه الشقيق بالمزيد من النماء والتقدم مشيدا سموه بمتانه العلاقات الثنائيه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات كما بعث سموه برقيه تهنئه مماثله الى معالي السيده نجلاء بودن رئيسه الحكومه التونسيه